تحت عنوان كل مساء تفرغ الجثث، تناولت صحيفة ليبراسيون الفرنسية في عدد أمس الاثنين حال المعتقلين السوريين في سجون نظام الأسد. وحمل العدد شهادات لنجاح البقاعي أستاذ الفنون الجميلة في جامعة دمشق والمعتقل السابق في الفرع 227 فروى تجربته المزدوجة في الاعتقال وخروجه من المعتقل بعد دفع عائلته أموالا للضباط. شهادة البقاعي تمحورت حول ما رآه وعايش من ظروف اعتقال، فسرد أساليب التعذيب المتعددة كالكرسي الألماني الذي تسبب بكسر العمود الفقري للعديد من المعتقلين. تعتبر صحيفة ليبراسيون أنها بيروقراطية الموت بحسب البقاعي والصحيفة نفسها. للمزيد حول ما رآه وعايشه السيد نجاح البقاعي الفنان التشكيلي السوري ينضم إلينا من باريس، كما ينضم إلينا أيضا من إيهاب عبد رب المحامي والحقوقي السوري. سيد نجاح أبدأ معك، دعنا في صورة ما عايشته، وآسفة على هذا السؤال لأنه بالطبع يعيد الذكريات الأليمة إليك، ولكن على الأقل لفهم ما يجري داخل السجون. مساء الخير. تفضل. ما يجري داخل السجون أو أفرع الأمن بالذات السورية، هو كان من بداية الاحتجاجات في 2011 محاولة إرهاب الشباب السوري والشعب السوري، إرهابه بالدرجة القصوى وممارسة عليه أعلى أنواع العنف لمنعه من الظهور والاحتجاج ضد النظام. فاستخدم شتى أساليب التعذيب، بداية اعتقالات لمدة 40 يوم أو 60 يوم أو 30 يوم، بيطلع من الشاب أو سواء المتظاهر أو غير المتظاهر بآثار تعذيب مبرح على جسمه، أو أنه بينفقد، الشيء اللي بدأ يظهر ببداية 2012 نتيجة أساليب التعذيب العنيفة جدا، من الشبح أي التعليق من الأطراف أو استخدام الكهرباء اللي أنا شفت كتير آثار كهرباء على أجساد الشباب، أو استخدام الكرسي الألماني بشكل دائم أو بشكل عادي يعني بالنسبة لإلهم، أو استخدام الدولاب اللي هو أسلوب كتير تقليدي عندهم. أو سيد نجاح، يعني هل شاهدتم من قتل تحت التعذيب؟ تحدثتم عن جثث كانت تنقل كل ليلة، ما قصة هذه الجثث ومن أين يؤتى بها؟ يعني أنا عم بستغرب أنه حاليا بال 2018 لسه عم ينطرح هذا السؤال عالميا، من أين تأتي هذه الجثث؟ في بسوريا لا يقل عن 50,000 مفقود. ظهر تقرير سيزار بأرجي صور 11,000 جثة، صور مصور فوتوغرافي بالمخابرات السورية، وبعده العالم لهلأ بيسألنا من وين عم تأتي جثث. أنا بعيني يا ستي كنت شوف الجثث عم تدخل على الفرع 227، جاي من فرع المداهمة 215، من فرع 48، من فرع الريف، تكدس سواء ثلاث جثث أو أربع جثث، أحيانا ثمان جثث بفرع المنطقة، وتاني نهار تطلع الجثث المعتقلين اللي ميتين عنا بالفرع نتيجة التعذيب أو سوء المعاملة أو الأمراض الصحية، وتتحمل بالكاميونات وتروح. هذا الشعب السوري يلي من شان هيك هربت العالم وطفشت من البلد وتركت البلد. أعود إلى سيد إيهاب. سيد إيهاب، يعني سؤال دائما ما نطرحه، هل تسقط هذه الجرائم بالتقادمية؟ كيف يمكن إثبات هذه الجرائم على النظام وكيف يمكن محاسبته؟ مساء الخير. أهلا بك. أول شيء الحمد لله على السلامة للأستاذ البقاعي، بعتقد أنا وياك كنا بنفس الفرع مسجونين 227، فالحمد لله على السلامة. أنا بعرف قديش هو فرع كتير يعني مريع، فالحمد لله على سلامتك انك طلعت من هنا. الحقيقه اول شيء اي جريمه ضد الانسانيه او جريمه الحرب او الجرائم التي تسمى الجرائم الدوليه العنيفه او القاسيه او الكبيره او الشديده هي لا تسقط بالتقادم على الاطلاق. المشكله التي نواجهها نحن كحقوقيين ليس فكره وجود الجريمه او عدم وجودها، وليس فكره اثباتها او غير اثباتها، بسبب كما تفضل الأستاذ بسبب
العملية الممنهجة من الجرائم التي قام بها النظام السوري منذ عام 2011 حتى اليوم، يوجد لدينا الكثير من الشهادات، يوجد لدينا الكثير من الضحايا، ويوجد كما تفضل ملف سيزر الذي هو قضية متكاملة لإدانة إجرام النظام السوري وإثبات أن هذا الذي كان يقترف هو سياسة ممنهجة ضد الإنسانية. لكن المشكلة التي نعاني منها هي مشكلة الاختصاص القضائي. عادة ما نعاني جدا من عندما نريد أن نبدأ كيس قضية ضد النظام السوري أمام المحكمة الجنائية الدولية، هذا الأمر شبه مستحيل أو مستحيل بسبب إجرائيا قانون أصول المحاكمات الخاضع لنظام روما الأساسي لا يسمح بمحاكمة النظام السوري حاليا لأسباب قانونية يمكن أن يتم شرحها خلال الحلقة إذا أنتم طيب، رغبتم في ذلك. يعني للأسف الوقت ضيق، بس لذلك هنا يعني معلوم بأنه لم هنا يوقع المشكلة، هنا النظام على المشكلة معاهدة الأساسية. روما التي أسست محكمة الجنايات الدولية، ومعلوم تمام أيضا تمام أنه تمام إمكانية الوصول إلى محكمة الجنايات الدولية لابد أن تكون عبر الأمم المتحدة وفي الفيتو الروسي. إذن ما هي البدائل؟ هنا لب القضية. تمام البدائل، يوجد لدينا بديل قانوني واحد اليوم، وهناك الكثير من الزملاء والزميلات يعملون عليه، هو رفع الدعاوى بناء على الاختصاص العالمي لدى بعض الدول الأوروبية التي سمحت بمحاكمة مجرمي الحرب على أراضيها، مثل السويد ومثل سويسرا ومثل ألمانيا. كل دولة من هذه الدول إلى قانون مختلف وأصول محاكمات مختلفة عن الدول الأخرى، لكن بالجملة هذه هي الطريقة القانونية الوحيدة التي يمكن من خلالها محاكمة رموز النظام. لكن المشكلة دائما التي أيضا نواجهها كحقوقيين هو بالتنفيذ. يعني أنت أخذت حكم، متى سيتم تنفيذ هذا الحكم؟ متى سيقع هذا المجرم في يد العدالة؟ هذه مسألة طريق طويلة جدا، طريق قد تحتاج إلى سنوات. إضافة، دائما يوجد الخلفية السياسية وراء الأمر. على سبيل المثال، محكمة يوغوسلافيا أقرت عام 93 أو 92 على ما أعتقد من مجلس الأمن، لم تبدأ المحاكمات على ما أعتقد لسنة 2005، يعني 2004. تخيلي أنت كم سنة؟ يعني في ظل هذه هون التعقيدات المشكلة اللي عم القانونية، نعاني بدي أسأل منها نحن. السيد نجاح. سيد نجاح، يعني كيف كان رد فعل العام على ما نشرته ليبراسيون، واللي هو يتضمن صور لك، رسومات توثق ما الذي يجري داخل السجون، ضغط من قبل الرأي العام، هل يمكن أن يشكل حقيقة فعلية تحاسب النظام إذا كان هنالك تعقيدات قانونية بهذا القدر؟ قصدك حضرتك عن الرأي العام بأوروبا؟ نعم. أو الرأي العام بأوروبا يبدو أنه الأوروبيين حتى واقعين تحت، في تعاطف كبير، فينا نقول في تعاطف كبير، بس ما طالع بإيدهم أي شيء. يعني ممكن يتأثروا، ممكن يزعلوا، ممكن في منظمات مثل أمنيستي انترناسيونال كتير بتعترض ومنلاقي دعم كبير، بس حتى هن يبدو صايرين واقعين تحت إرهاب نظام دولي عم يحاول يغطي هاي الجرائم. يعني حتى كيف لمستم الأوروبيين ما عاد ذلك؟ طلع كيف لمسنا هالشيء. مثلا امبارح بيطلع الخبر على الليبراسيون، بيطلع خبر كبير عن هاي الجرائم. اليوم كل نشرات الأخبار بتحكي عن العملية الإرهابية اللي صارت بلندن. يعني أي خبر ممكن يدين النظام السوري فورا منلاقي عمليات إرهابية عم تنشأ بأوروبا، بنسون الموضوع فورا. هل هذا العمل الإرهاب، العمليات الإرهابية هي مدفوعة من قبل روسيا أو من قبل النظام العالمي الدولي لمجرد التلاعب بالشيء اللي عم يصير بأوروبا؟ طيب، يعني الأوروبي ممكن يتعاطف معك اليوم، بعد الظهر بتصير عملية إرهابية بينسى الموضوع بخاف. سيد نجاح، هل لديكم أي أمل في محاسبة المسؤولين بعد كل الذي يجري وبعد ما كل ما يحكى عن تسويات سياسية اليوم يتم طبخها في سوريا؟ إن كان لدينا أمل ولا ما لدينا أمل، نحن سنبقى ضد هذا النظام ورح نظل نشهر فيه، إن سقط نحن وعايشين ولا بعد وفاتنا، رح نظل ضد هذا النظام وضد بشار الأسد وضد عائلة الأسد.
طيب أعود إليك سيد إيهاب. سيد إيهاب، ذكرتم بأنه وكما أشار السيد نجاح أيضا بأنه التقارير تصدر، حتى مجلس حقوق الإنسان أدان جرائم الحرب في سوريا، بس كلها ليس لديها أذرع تنفيذية لمحاسبة الفاعل. بالتالي ما هي التحركات التي تقومون بها اليوم، وكيف، ما هي الملفات التي تعملون عليها؟ أول شيء أنا بدي شد على إيد الأستاذ نجاح، يمكن من سنوات ما سمعت معارض سوري عم يحكي بهذا النفس الثوري بعيدا عن الحفلقة السياسية. نعم، مثل ما تفضل الأستاذ، نحن أصحاب موقف أخلاقي اتجاه النظام السوري واتجاه كل من يقترف نفس هذه الجرائم، وبالتالي نحن مستمرين في طريق العدالة. ما حدا كان متوقع عام 1994 يوم توقع دايتون انه ميلوزوفيتش يتحاكم، حتى ميلوزوفيتش نفسه وضل رئيس. ما حدا كان متوقع انه فرانكو لما انتصر انه تصير اسبانيا ديمقراطيه. ما حدا كان متصور انه بعد ما تم سحق الثوره الاسبانيه وقتل 500 الف انسان بنفس الطريقه اللي قتل فيها الشعب السوري واللي دمر فيها الثوره السوريه بنفس الاسلوب انه تنتصر اسبانيا وتتحول الى دوله ديمقراطيه. وبالتالي مثل ما تفضل وقال الاستاذ نجاح، نحن امام عمليه نضال طويله. شفنا بايدنا انه قدرنا نحقق العداله، كان بها. ما شفنا بنسلم الشعله لاولادنا، مشان ما ندخل بالخطابات كثير. من الناحيه القانونيه انا بشوف انه نحن القانون الدولي بنسميه ذا بيبي لو، القانون الطفل يعني، او القانون لساته صغير، صار له بس 100 سنه عم يتطور. ونظام روما الاساسي اقر فقط في عام 2002، وبالتالي المعركه القانونيه مستمره وماشيه وعم تتطور. للاسف انتهى الوقت سيد وانا إيهاب. بتوقع انه إيهاب عبد ربو المحامي والحقوقي السوري، كنت معنا من السويد، شكرا لك. كما اشكر من باريس عبر خدمه سكايب نجاح البقاعي الفنان التشكيلي السوري. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الساعة الأخيرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.